بعد أن وصفه العالم بمونديال المفاجآت نظراً لتأهل العديد من المنتخبات التي كانت خارج الحسابات، وتأكد ذلك شيئاً فشيئاً بعد أن أسفر الدور الأول والثاني عن خروج العديد من المنتخبات التي كانت مرشحة للعب على اللقب، أبرزها حامل النسخة الماضية إسبانيا وكذا إيطاليا، إنجلترا والبرتغال. انتهت حكاية جميلة بالنسبة للمنتخبات الصغيرة قبل المربع الذهبي لتفسح المجال للكبار للعب الدور النصف النهائي بعد وصول كل من البرازيل صاحبة الأرض والجمهور، والمنتخب الألماني والمنتخب الأرجنتيني، وأخيرا الطواحين الهولندية التي عانت الكثير قبل أن تتفوق بركلة الترجيح على منتخب كوستاريكا الذي أسال العرق البارد لرفقاء روبن. وهو نفس الأمر بالنسبة لراقصي السامبا الذين عانوا كثيرا أمام كولومبيا التي كان لاعبوها نجوما فوق أرضية الميدان. وشاءت الأقدار يشهد نصف نهائي مونديال البرازيل صراعا خاصا بين ممثلي قارة أمريكا الجنوبية أمام ممثلي القارة العجوز، حيث من المنتظر أن يواجه السيليساو البرازيلي الماكينات الألمانية في لقاء مثير، كما سيواجه المنتخب الأرجنتيني المنتخب الهولندي. وبلغة الاحتمالات فإن النهائي قد يكون لاتينيا خالصا بين الأرجنتين والبرازيل من أجل التتويج بأغلى الكؤوس العالمية، البرازيل من أجل السادسة والأرجنتين من أجل الثالثة، أو أوروبيا إذا ما تمكنت ألمانيا وهولندا من الوصول إلى النهائي في سعي لكسر الأسطورة التي تقول لا تتويج لمنتخب أوروبي في أرض أمريكية.